بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق ولم ينس أحد. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته وجلاله. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه وعظمته. اللهم يا من أجاب نوح حين ناداه، ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعاد النور إلى عيناه. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لمن يسمعنا وارعاه وأعطيه مبتغاه، وكن معه يا الله في سره ونجواه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي لا يحلو النهار إلا بذكره، ولا يحلو الليل إلا بمناجاته، ولا تحلو الآخرة إلا بجنته، ولا تحلو الجنة إلا بالنظر إلى وجه ربنا الكريم العظيم. يا رب برحمتك الواسعة ارحم أمة الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أخي المسلم، أيها المسلمون عباد الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم في الجنة نزلا. وإني أدعو الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس في جنات النعيم. قولوا آمين. أيها المسلمون عباد الله، أخي المسلم، أختي المسلمة، موضوعنا اليوم أيها الأحبة تبع السلسلة المباركة التي قد تعودنا كل أسبوع مرتين على أن نلتقي بالأحبة تحت عنوان نتائج الإتقان في العمل طاعة لله ورسوله من أجل مصرنا الغالية، من أجل مصر أرض الكنانة التي ذكرت في القرآن مرات ودعا لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل العمل والتفاني والإنتاج، من أجل أن تقوم مصر وتقوم بدورها العظيم. أيها المسلمون عباد الله، يجب على كل مسلم أن يتقن في عمله وأن يراعي ربه، سواء كان هذا مدرسا أو مهندسا أو طبيبا أو صنايعيا أو أي مهنة من المهن، يجب أن يتقن كل منا في عمله طاعة لله. والحمد لله على أن جعلنا من أمة الإسلام أمة جعلها الله خير أمم، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة جعل الله دستورها كتابه وقبلتها بيته وقائدها هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها المسلمون عباد الله، اسمع أيها الحبيب، وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع الهام وهو الإتقان في كل أعمالنا وأفعالنا، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أننا الآن وكل وقت والآن بالذات مطالبون بالإتقان والعمل بإخلاص ووفاء لله من أجل أن تنهض مصر. ونضرب بذلك بعض الأمثلة حتى نأخذ العبرة والموعظة. أرجو أن تعينون الأسماع والقلوب والمشاعر حتى نستمع جيدا ونأخذ العبرة والموعظة. أخي الحبيب، انظر إلى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي تزوج من بنت بائعة اللبن، كلكم تعرفون هذه القصة، أذكركم بها أيها الأحبة لقول ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأرجو الله عز وجل وأتمنى عليه أن يجعل كل كلمة أقولها وتسمعونها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها صدقة لنا جميعا في الحياة وبعد الممات، اللهم أمين. هذا هو الفاروق عمر يوما يمر على الرعية بالليل فيسمع صوتا يأمر أم تأمر ابنتها أن تضع الماء على اللبن، والبنت تعترض وتقول يا أماه حرام وضع الماء على اللبن، لقد أمر بذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فالأم تقول للبنت إن عمر لم يرانا ونحن فقراء، نريد أن نكثر اللبن بالماء حتى نربح كثيرا. الأم تظن أنها ستربح، والبنت تقول لها كلمات عجيبة، يا أماه هذا حرام، إن كان عمر أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب عمر الله رب الأرض والسماء يرانا، وهذا جرم يا أماه. على الفور يسمع الفاروق عمر قول هذه البنت بائعة اللبن فيذهب ليعطي لها المكافأة الكبرى، فيذهب إلى أولاده ويقول حدث كذا وكذا، من منكم يتزوج هذه البنت؟ سبحان الله، ابن أمير المؤمنين يعرض عليه أباه أن يتزوج ببنت فقيرة بائعة لبن. لماذا؟ لأماناتها، لأنها مؤمنة عندها إتقان في عملها، تخاف الله تخاف الحرام. فسكتوا الأبناء جميعا، ولكن الفاروق عمر قال لهم والله الذي لا إله غيره إن لم يتزوجها منكم أحد فلن يتزوجها إلا عمر ابن الخطاب. فتزوجها أحد أبنائه لأمانتها، وأنجب منها رجلين كانوا من أكبر علماء الأمة. هذا هو الإتقان، وهذه هي الأمانة، وهذا هو العطاء من الله عز وجل. مثال آخر، انظر أيها الحبيب أخي المسلم إلى ما كان يصنعه عمر الفاروق عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين مع المرأة العجوز الفقير. وهنا أخاطب كل الرؤساء والملوك والمحافظين والوزراء والمسؤولين في مصر وفي بلاد المسلمين، وأقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي الرعية، هذا هو أمير المؤمنين، تعلموا منه يا مسلمون. يمر بنفسه فيجد امرأة في كوخ في أطراف المدينة، عجوزة فقيرة، فيأتي كل يوم فينظف لها مسكنها، بل ويأتي يوما يحمل شوال الدقيق على كتفه ويعجل لها ويخبز لها ووضب لها الأكل وجب لها كل متطلباتها. وهنا أيها الأطهار يأتي الفاروق عمر يحمل جوال الدقيق على
كتفه، ومعه أحد المسلمين يحمل الزيت والزيتون وغيره، فيقول له: يا أمير المؤمنين، عنك أحمل هذا. فينظر إليه أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له: أتحمل عني يوم القيامة؟ أين أنتم من هؤلاء يا حكام المسلمين؟ أيها المسلمون عباد الله، هل نأخذ العبرة والموعظة من هؤلاء الأطهار، من هؤلاء الرجال الذين أخلصوا لله؟ مثال ثالث، وهذا هو عمر بن الخطاب أيضا، بل وعثمان بن عفان، بل وغيرهم كثير من الصحابة الكرام، كانوا رضي الله عنهم أجمعين إذا كان قد أوقد الشمعة للنظر في أمور المسلمين، فإذا انتهى من الأمر أطفأ الشمعة أو السراج، ولم يقضي حاجة أخرى غير ذلك، وكان يقول: هذا مال الشعب، هذا هو مال المسلمين، وكان بنفسه يمر ويتفقد أحوال الأمة، لأنه مكلف ومسؤول أمام الله عز وجل. بل كان رضي الله عنه أرضاه عمر بن الخطاب لما تولى الإمارة يبكي بكاء شديدا، فيقولون له: يا أمير المؤمنين، لما البكاء وقد أصبح كل شيء في يدك؟ فيقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، إنها المسؤولية والخوف من الله. يقول عمر بن الخطاب: والله الذي لا إله غيره، لو عطرت دابة في أرض العراق لسألني عنها ربي وقال: يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق؟ هؤلاء هم أهل التقوى، هؤلاء هم أهل الحق والخوف من الله، هؤلاء باعوا الدنيا من أجل نعيم الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، هذه أمثلة أذكركم بها للعبرة والموعظة، وندعو الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا تحيطه الملائكة وتحفه رحمة الله. نعم، يجب على كل مسلم، بل يجب على كل إنسان أن يتقي الله في عمله، وأن يتقن في عمله طاعة لله. من عمل عملا فليتقنه، وكما قال ابن القيم رضي الله عنه: كن لله كما يريد يكن لك الله أكثر مما تريد. الله يريد من العبد الإخلاص والإتقان والحب والوفاء في كل شيء، والله يقضي حاجة العبد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخي المسلم، انظر معي إلى الدول التي تقدمت في أوروبا وفي غيرها، لماذا؟ لأنها أتقنت في العمل وأخلصت فيه. والله عز وجل ينصر الدولة التي فيها العدل، ولو كانت هذه الأمة كافرة، ويهدم ويهلك الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. يجب أن نتقي الله في أنفسنا، يجب أن نعود إلى الحق وهو كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب، يجب على كل إنسان أن يخلص في عمله ويتقن في عمله، من أجل العزة، من أجل النصر، من أجل الرخاء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخي الحبيب، كل إنسان في موقعه يتقي الله في عمله ويتقن ويخلص لله. الطبيب، المهندس، العامل، الفني، السباك، الكهربائي، الوزير، الرئيس، الملك، المدير، المزارع، السائق، كل يعمل في عمله بإخلاص. حتى من يقوم بالتحاليل في المعمل يجب أن يراعي ضميره والممرضة
وكل منا مسؤول عن نفسه. أيها المسلمون عباد الله، يجب أن نعود سريعا إلى الحق، لأن هذا الابتلاء الذي وقع على المسلمين وعلى مصر وعلى سوريا وعلى ليبيا وعلى كل بلاد المسلمين إنما هو سببه الرئيسي البعد عن كتاب الله والبعد عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعجيب، إذا سألت أحد هل تحب محمدا يقول نعم نعم نعم، وكيف لا أحب محمدا؟ وأنا أسأل نفسي وكل من يسمعني، يا من تدعي حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أين أنت من هديه صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل البدع، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله قبل أن يأتيكم ملك الموت فجأة. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يوما يقول لأحد أصحابه: اسمع أيها الحبيب، متى تريد أن تموت؟ يقول: لا أدري، علمني يا أمير المؤمنين، علمني يا عمر يا ابن عبد العزيز. يقول له أمير المؤمنين عمر: تمنى الموت عندما تعمل عملك وأنت لا تستحي من أحد من الناس ولا تخاف من أحد من الناس، وقتها تكون التقوى. إذا عملت عملا لا تستحي من أحد أن يراك فهذه هي التقوى، فتمنى على الله الموت. وأما إذا صنعت أو فعلت عملا وأنت تستحي أو تخاف أن يراك أحد الناس فلن تحقق التقوى، فراجع نفسك وارجع واستحي من الله وعد إلى الكتاب وعد إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري: من كانت الدنيا همه، والله ولو كان يمتلك الدنيا كلها، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولو كان يمتلك مليارات، ومن كانت الآخرة همه هنيئا له جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه حتى ولو كان لا يمتلك إلا القليل. اللهم ارزقنا القناعة والرضا بما قسمته لنا يا ربنا. أيها المسلمون عباد الله، نستمع سويا إلى خير الكلام، وهو كلام الله عز وجل. اسمع حبيبي في الله إلى خير الكلام، وهو كلام رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون عباد الله، أيها الأحبة، هيا نتعلم من هذه المواقف المباركة، هذه المواقف الطاهرة التي تقربنا من الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، يا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هل أنتم في طاعة الله؟ هل أنتم قريبون من الله عز وجل لتسعدوا في الدنيا والآخرة؟ أخي المسلم، من الإتقان والإخلاص والوفاء في العمل لله وتوافر التقوى عند الإنسان، اسمع حتى تأخذ العبرة، انظر واسمع معي إلى هذا الموقف العجيب.
وهو ابن متزوج وعنده أولاد، ويعيش معه أبيه وأمه كبار السن، وكان الأب كفيف لا يرى، وكان هذا الابن يرعى أغنامه، فكان يأتي كل يوم بعد العشاء مباشرة باللبن إلى أمه وأبيه، فتأخر قليلا في الصحراء، فلما أتى وهو يحمل الإناء فيه اللبن لأمه وأبيه وجدهم قد ناموا، فلم ينصرف إلى زوجته وأبنائه، بل وقف عند باب غرفة أمه وأبيه حتى أتى الفجر واستيقظا للصلاة، فدخل الابن وأخبرهم بما حدث، وسقى أمه ثم أبيه حتى ارتوى ودعوا له، ولم ينصرف إلى زوجته ولا إلى أولاده. هذه طاعة لله ولوالديه، هذه تقوى. فهل نصنع مثل هؤلاء الابن البار حتى نسعد في الدنيا والآخرة؟ انظر موقف آخر أيها الأحبة، إلى ثلاثة نفر، وهذه رواية صحيحة رواها البخاري ومسلم، ثلاثة نفر كانوا في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، وجاءت الغيامات والرياح ونزل المطر بكثافة، فلم يجدوا إلا كوخا كبيرا اختبأوا بداخله، وهم بداخله ثلاث رجال، وقعة من هذا الكوخ حجر كبير سد الباب تماما، وظلوا كما قالت الروايات أيام، لا طعام لا شراب لا اتصالات، حتى كادوا الموت. فدعا كل منهما بدعوة خالصة، فقال الأول: اللهم إني كنت برا بوالدي، وأتيت يوما وجدته أبي وأمي نائمين، فوقفت بالإناء اللبن حتى استيقظ فشرب حتى ارتوى ودعوا لي، إن كنت صنعت هذا يا ربي طاعة لله بإخلاص ففرج عنا ما نحن فيه. فتحرك الحجر قليلا ولكن لم يستطيع الخروج، فدعا الثاني بدعوة وقال: يا ربي كان عندي في أرضي عمال كثيرين، وانصرف واحد منهم في يوم عند الظهر أو بعد الظهر ولم يأخذ أجره، فأبقيته عندي وتاجرت فيه حتى بارك الله له، فأصبح بهذا المبلغ الضعيف اليسير غنم تملأ الجبال. وبعد 20 عاما أتى وقال لي: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال: أنا كنت عندك أعمل يوما حتى قرب العصر وانصرفت ولم أخذ أجري، وأنا في حاجة ماسة للطعام، أعطني أجري. فقال له: اسمع، انظر أمامك. فنظر فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى أغنام وإبل كثيرة. قال: هي لك كلها، مالك تاجرت فيه. فقال: لا تسخر مني يا عبد الله، أنا أريد جنيها أو 3 جنيهات أكثر شيء. تقول لي: خذ هذا كله. قال: نعم، خذ ما شئت واترك ما شئت. الروايات أيها الأحبة تقول أنه أخذ كل شيء ولم يترك شيء، وهذا هو طمع الإنسان. فقال: يا رب إن كنت صنعت هذا إخلاصا وحبا لك ففرج عنا ما نحن فيه. فتفرج الله عنهم وانتحرك الحجر ولكن لم يستطيع الخروج. فقال للثالث: ادعو الله بدعوة خالصة، صنعت عملا لله فيه إخلاص. فقال: يا رب، لقد كان لي ابنة عم أريد الفاحشة معها لأنها جميلة، ولم يرضى عمي بذلك، وتزوجت وأنجبت ومات زوجها ومات أبيها، وأتت إلي يوم في حاجة ماسة، فقلت لها: أعطيك ما تريدين ولكن مكنيني من نفسك، يريد الفاحشة. فلما انصرفت وأتت مرات والأولاد يبكون من الجوع سلمت، فأغلق الأبواب وأغلق الشبابيك، فقالت له: قبل أن ترتكب جرمك هذا اغلق الأبواب. قال: أغلقت كل شيء. قالت له:
بل هناك باب مفتوح يراك الله منه وأنت في جرمك. قيل في الرواية أنه بعد أن أصبح بين رجليها وكادت أن تقع الجريمة الكبرى وهي الزنا، وقالت له اتق الله اتق الله إن الله يراك في جرمك ولا تفك الخاتمة إلا بالحق، فانصرف وقد ارتعشت أعضاؤه وقال لها تركتك لله وخذي ما تشائين. قال يا رب إن كنت قد صنعت ذلك حبا وإخلاصا وخوفا منك ففرج عنا فيه من كرب. فتحرك الحجر تمام وخرجوا سالمين غانمين. هل نكون مثل هؤلاء الأطهار أيها المؤمنون عباد الله؟ كل منا يريد الله أن نخلص في الطاعة والعبادة. وهنا نستمع سويا إلى خير الكلام، وهو كلام رب العالمين في سورة الإسراء. يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المسلمون عباد الله، يجب أن نأخذ العبرة والموعظة وأن نقبل على بر الوالدين وأن نكون على طاعة الله في كل كبيرة وصغيرة. اسمع أيها الحبيب، هذا هو حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من أمام ربه إلا بعد أن يسأل عن أربع: تسأل يا مسكين عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك فيما صنعت فيه، وعن مالك أصحاب الأموال، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أيها المسلمون عباد الله، اسمع معي إلى هذه الأبيات، وهذا حكيم يقول: أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر لي يا ربي فأنت به جدير. اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، سيرته خير سيرة، عطرته خير عطرة، شجرته خير شجرة، بعث الأمل في قلوب البائسين، ونادى الرسول الكريم على البشرية قائلا. اسمع أيها الحبيب، يعني إن شاء الله دقائق بسيطة، ولكن أرجو أن تعيرون الأسماع وأن تنصتوا جيدا إلى ما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها في باطنها وباطنها في ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قيام الليل، يا من حرمتم أنفسكم من صواب قيام الليل، ما أجمل العبد إذا أناب إلى ربه، وما أعقله وأرشده إذا أقر بذنبه واستغفر ربه. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أحمدك يا ربنا حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يلقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم، لا تحرموا أنفسكم أيها الأطهار من القراءة في القرآن العظيم وأثاره على النفس، أثاره عظيم. كتاب الله
روحا يحيا في الأجساد موتاها، ونورا يبدئ في الكائنات ظلماتها. ففي القرآن روح الحياة ونور الهداية، وكذلك أوحينا إليك روحنا من روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، إلا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تسير الأمور. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: الله نور السماوات والأرض، ويقول عنه أيضا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فتأمل يا أخي المسلم هذا النظام القدير وهذا العقد الرباني المجيد. الله نور، الله نور، القرآن نور، الرسول نور صلى الله عليه وسلم، وبعث أمير الأنبياء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وجاء في كتابه العزيز ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وصدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين على أن جعلنا من المسلمين. أخي الحبيب، لا نريد الإطالة أكثر من ذلك، وندعوكم أيها الأحبة إلى أن تؤمنوا على الدعاء: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك التوبة وطريقا، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم إننا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أنا العبد البائس الفقير المستغيث، أنا العبد الفقير المستغيث المستجير إليك يا رب. أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الذليل. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، واغفر لي واغفر لكل من يسمعنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم حينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وارزقنا الجنة يا ربي بسلام. اللهم ارزقنا التقوى والإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل الإيمان والقرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب. اللهم اسقنا بيد الحبيب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ول علينا خيارنا، وارزقهم بالبطانة الصالحة النافعة، واجعلهم يحكمون فيما بيننا كتابك وسنة نبيك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.